göç etmiş olan kardeşlerimizin de mübarek ruhlarına hediyeledik. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel mürselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha. Kanalımıza müraciət edən xaricdə yaşayan həmyerlimiz İsveçin Stokholm şəhərində 23 yaşlı Azərbaycanlı Amin Etibaroğlu Salayevin koronavirusa yoluxaraq dünyasını dəyişdiyini bildirir. Həkimlərin səyinə baxmayaraq, o, müalicə müddətinin 27-ci günündə vəfat edib. Həmyerlimiz əlavə edir ki, İsveç-Azərbaycan Kongresinin sədri Emil Mirzayevlə birlikdə Amin Salayevin dəfin mərasimi keçirilib. Stokholm şəhərində 23 yaşında cavan olan Amin Salayev koronavirusdan rəhmətə gedib. Emil Mirzayev, İsveç-Azərbaycan Kongresinin sədri. Bugün biz dəfiləmişik Amin Etibaroğlu Salayevi 1997-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuş cavan, sağlam, heç bir xəstəlik olmayan bir insan koronavirusun zərərəsi olub və 27 gün içində yəni həkimlər onu çox istəyiblər. Yəni spasatilisinə amma alınmayıb. Yazıq uşaq rəhmətə gedib, bir gün dəfələmişik. Allah ona rəhmət eləsin. Atasına, babasına, anasına səbir versin. Abi, sağ ol. Kadın Hadi kaldırın. Aynı zamanda kaldırın. 2-3 2 ayrılır şöyle. Aynı zamanda da ay bırakın yavaş yavaş. 2-3 yavaş yavaş. Şimdi siz toprak atarken ben buranı أغلالهم فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
فجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسلام عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم فكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مشركون فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا ليت قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تعن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون فلم يروا كما أحدثنا قبلهم من القرون أنه إليهم لا يرجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم